السلام عليكم أصدقائي، فرصة جديدة لربح المال. في عنا استبيانات ما كون شايفين بأسعار مختلفة. عنا هون 6، عنا هون 8 ما كون شايفين. ننزل الأسفل، في عنا هون استبيان جديد بقيمة 35 ليرة. أصدقائي بتمنى الكل حط إعجاب حتى يصير تفاعل وأكثر أشخاص يربحوا من هالتطبيق أو الموقع. ما كون شايفين يعني كلياتها بسيطة وسهلة. قبل لك هون جسر المركبات في منطقة، يعني جسر انت بمنطقتك، اي جسر صوره بعت له صورة بيعطيك شوية تعليمات وتزبط المرحلة. 10 ليرات يعني ما في اسهل من هيك، والتفاعل جدا سيء بالقناة. عم نزل لكم كل شيء جديد ومفيد ان شاء الله. وفي عنا كمان تطبيق تاني اذا شفنا في التفاعل بنحكي عنه، ساحب منه تقريبا 1000 ليرة تركي. من عدا هذا التطبيق اللي ساحب منه فوق 500 ليرة. وهي اصدقائي هي الارباح، هي شبه من التطبيق اللي حكينا عنه استبيان. وفي تطبيق اخر اذا صار في دعم في القناة اعجاب وتعليق بننزل شرح تاني عن طريقة السحب. صلوا على النبي. هي عنا 100 200 300 400، هي عنا 50، وهي عنا 100، وهي عنا 100. لسه بننزل الاسفل ما كون شايفين، كله ميات ما كون شايفين. كلياته جديد بجديد. طلعوا على الميات اللي انا ساحبه بطلع فوق 1500 ليرة. اذا عدينا 1 2 3 4 5 6، هاي 7 وهي 8 وهي 9 وهي 10، وهي عنا هون كمان 50. وهي اصدقائي ارباحي من تطبيق اللي حكينا عنه، من تطبيق اخر. اذا ما زبط معك على ببارة الاستبيان حكي عنه، سبعة على الاوبشن او على الباك. في عنا كتير تطبيقات مربحة بس تفاعل حكينا 0. اهم شي تحط اعجاب وتعليق حتى الكل يستفيد. وانتظرين الفيديو القادم شرح في تطبيقات جديدة لسه ما نزلناها وما حكينا عنها. هي كلياتها أرباح جديدة سحبناها. وهي عندي كمان تطبيق التاني معي 3 ليرات ونص، كمان أنا ساحب منه تطبيق كمان جيد. بطلع لك هون استبيانات بقيمة 10 ليرات و15 و50، أنت وحظك. في عنا كتير تطبيقات من نحكي عنها دايما. شاهدوا معي أصدقائي ما شاء الله نزلنا فيديو، هذا نزلناه على اليوتيوب حصل على 1200 اعجاب. يا ريت هذا المقطع اللي نزلناه الله ان هو مفيد لكم يصير بهالكميه من الاعجاب حتى الكل يستفيد ويصير ربح للجميع. يعني بهذا الفيديو ما حدا كسب، حتى المشاهد ما كسب شيء، والاشخاص كلياتهم دعموا الفيديو. ما كون شايفوا تعليقات. كل شخص ساهم بمشاركة بالفيديو مشكور على الدعم. 1200 اعجاب لهالمقطع. فيديو عم ننزل لك اللي فيه استفادة وربح وكتير قصص عم ننزلها حتى انتم تستفيدوا. ما حدا عم ساهم باي موضوع يذكر. نزلنا الفيديو اذا صار في تفاعل وصار في دعم بننزل لكم فيديو ثاني عن كيف سحبنا كل السحوبات الميات بفيديو قادم ان شاء الله. وفي عنا كمان مسابقه على تطبيق الايس كريم البوظه، في عنا توزيع اكواد، في عنا 6 اكواد نوزعهم بفيديو كمان فيديو لاحق. في عنا كثير جوائز وهدايا بانتظاركم في الفيديوهات القادمه.